بسم الله الرحمن الرحيم. من الآثار القديمة المرتبطة بالإرث الاجتماعي والمكونات البيئية في منطقة حائل وتحديدا في مركز أو في وادي وتدة، هذا مدق قديم لدق الدباغ وغيره. مزيد من التوضيح مع الأستاذ عبد الله إبراهيم السليمي. يا هلا والله، حياك ربي. هذا طبعا الناس جوا الحصونات، نعم. هذا كانوا يدقون عليه اللي هنا الحريم الأوائل، أيوه. كان يستخدم منه للدباغ، نعم. الدباغ اللي هو من الطلح الأحمر يدقونه ويستفيد منه، وأيضا والكعمر اللي هو ثمار آلثة، نعم نعم، كان يدق هنا، نعم نعم، يعني يستخدمون الحاجات هنا ذاك، نعم، ويجلس ويشوفن ويتبادل ويطلن على الحلال، والعيال الصغار هو يرعون في محولهن ويقومون بعدة خدمات في وقت واحد، نعم. كلها تبدأ من هالمدق هذا.